Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, cukup dengarkan ruqyah ini, sebanyak apapun jin sihir dan buhul gaib, buhul kiriman yang tertanam bertahun-tahun akan tercabut ya, penyebab sakit di badan kita. Mari sama-sama dengarkan terapi ruqyah ini dan kita berdoa memohon pertolongan dan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من غضب عقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين يحضرون. إني أعظكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
لرأيته خاشيا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به وإنما حساب عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قال كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حساب عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قال كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حساب عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا كراهة في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Saudaraku, letakkan tangan kanan di dada kiri, tangan kiri di perut, ya. Putar-putarkan, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, lalu tarik ke atas. Batukkan, muntahkan. Putar-putarkan, batukkan, muntahkan. Selanjutnya pegang bagian tubuh yang sering kita rasa sakit, bagian kepala, tengkuk, pundak, tangan, kaki, atau bagian rahim bagi wanita, ya, atau kemaluan, atau area bagian tubuh, silahkan pegang, ya. Tahap yang kedua, ya, lalu usap-usapkan lagi, baca Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas. Tarik, kalau dia posisi di bawah, tarik ke atas, muntahkan. Kalau posisi di bagian kepala, tarik ke bawah, ya, muntahkan. Oke, saudara sekalian, lakukan rukyah ini rutin untuk selalu menyaksikan video-video kami di channel Quranic Therapy. Sisihkan satu hari untuk melihat atau menyaksikan minimal 10 video-video kami. Dan saya beri saran untuk selalu melakukan terapi pendampingan rukyah dengan mengkonsumsi atau menggunakan obat-obatan herbal rukyah. Saudaraku, kami dari channel Quranic Therapy menyiapkan berbagai jenis obat-obatan herbal untuk berbagai jenis penyakit termasuk penyakit gangguan jin, sihir, dan ain. Hubungi kami yang ingin berminat memesan di SMS, WhatsApp 081111112067. Hubungi di nomor WhatsApp tadi. Dan di bawah judul video ini ada tulisan terima kasih, silahkan lihat. Ada tulisan terima kasih, klik tombol terima kasih, insya Allah sesudah saudaraku klik, berikan yang terbaik, insya Allah bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kami. Allahu minkum jazakumullah khairan katsiran wa ahjal jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.